السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري الحبابي ديالي الغزالي، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كيف العادة. فيديو جديد اليوم، جبت لكم أكلة شهية ورائعة وكنتمنى تعجبكم وتجربوها، وهي أكلة ديال الكفتة ديال السردين في الكوكوط. كتجي ممتازة وكتجي رائعة، كنتمنى تجربوها وتعجبكم، تجي لذيذة البنات. يلا على بركة الله، هنا نبداو المقادير. هنا عندنا الكفتة ديال السردين، عندي كيلو السردين غسلته ونقيته وطحنته مزيان كما كيبان لكم. وهنا عندي جوج روس تاع الفلفلة حلوين، واحد خضر وواحد حمر، قطعتهم اختياري اللي ما بغيتش يديروا ما يديروش. وهنا جوج روس تاع البصلة مشلضين رقيق، وجوج حبات ديال الطماطم او مطيشة، عندي جوج مطيشات مقطعاهم، والروز حسب الرغبة غنفند فيه ديك الكفيتة ديالي اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. وهنا عندي مقدار جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس، انا طحنت معاهم 4 فصوص تاع الثوم والحامض وديك الفليفلة على حسب الرغبة. وهنا غادي نبداو الوصفة على بركة الله. غناخد الطنجرة ديالي، هنا كيما كيبان ليكم البنات، غادي نشد المقادير غادي نقسمهم على جوج. نفس المقادير اللي عندي في الكفتة ديال السردين نفسهم اللي عندي في الطنجرة ديالي. درت نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، درت نص معلقه في الكفته وتقريبا نص معلقه في الكوكوت. وهنا درت شويه ديال طريقه ديال البزار، ودرت شويه البزار حتى في الكوكوت. نفس المقادير كنقسمهم هنا وهنا. وهنايا شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر، زدت شويه ديال التحميره في الكوكوت. وهنا شويه الشكنجبير، وعادي نضيف في الاخير شويه ديال الملحه البنات، ما نكترش من الملحه بزاف، ضفت غير شويه ديال الملحه. وضفت شويه الكمون، كما كتعرفوا الكمون زوين مع السردين مع الحوت بصفه عامه، الحوت كيجي فيه الكمون زوين. وهنايا ناخذ مقدار معلقه صغيره ديال زيت المائده عندي في السردين، وتقريبا جوج معالق كبار عنديهم في الكوكوت زيت المائده. وفي الاخير غادي نزيد هذا الربيع اللي عندي، غنقسمو حتى هو على جوج، غادي ندير النص في الكفيته ديال السردين والنص اللي يبقى ليا غنديرو في الكوكوت ديالي. وهاديك الفليفله غادي نشدها نخليها في الاخير حتى نضيفها مع ديك المطيشه وديك الفلفله الحلوه. وهنا البنات غنهز ديك البصيله ديالي غادي نديرها في الكوكوت كما كيبان ليكم، وغنحرك مزيان ديك البصيله باش تشرب دوك المقادير اللي دايره ليها تما في الكوكوت. وعادي نشد هاد البصيله عادي نديها فوق البوطه نخليها حتى تشحر مزيان، ونوريكم بالتفاصيل اش عندي فيها. هنا غنخليها على جنب على ما نقاد هاد الكفته
نعجن هاد الكفته هي وهاد المقادير باش حتى هي تشرب المقادير اللي درت فيها هاد العطريه ديالها. كما كيبان لكم البنات كنخلطها مزيان، كنعجنها بيديا مزيان باش يدخل في هذيك العطريه ديالها. وكيف العاده البنات ما تنساوش تابوناو عندي وتشاركوا معايا، وشكرا بزاف اللي كيدعموني، وكنتمنى كاع اللي شاف هاد الاكله تعجبو ويجربها، راه كتجي لذيذه لذيذه البنات. ما نعاودش لكم كتجي الكفته في الكوكوت زوينه احسن من الطاجين. غنخليها ترتاح لما تشحر لي ديك البصيله ونرجعو نشو نتلاقاو. هنا بعد ما تشحرت لي البصيله ديالي غنزيد على ديك الفلفله الحلوه وديك جوج حبات ديال المطيشه ونزيد ونبلل ونردهم حتى هما يتشحروا. حطي غلا داك تتغلى لي ديك المريقه ديالهم، وديك الساعه نتلاقاو ونوريكم اش بعد ما غلات لي طابت لي ديك المطيشه والبصيله وغلات لي ديك المريقه. هنا عادي نشد ديك الكفيته ديالي، هنا كنوريكم الكوكوت كيفاش جات المريقه. وهنا غنشد الكفيته ديالي وعادي نبدا نكور فيها. كما كيبان لكم عندي راه كويرات، هادي كويرات عاديين كل واحد وحساب الرغبه ديالو. انا درت كويرات شويه هنا كبارين وعنفندهم في داك الروز، والروز اختياري كيف قلت لكم، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل. وهنا كما كيبان لكم غنزيد كويره اخرى وكنفندها في الروز وكنحطها في الكوكوت. ما نعاودش لكم البنات كتجي رائعه في الكوكوت احسن من الطاجين، كتجي لذيذه لذيذه وخاتره. وهنا البنات انا عادي نكمل الكفته ديالتي كامله في الكوكوت ونوريكم كيفاش كتجي من بعد ما عادي نستفها كامله غنوريكم. وهنايا البنات كنوريكم المرقه كيفاش كتكون في الكوكوت، كتجي رائعه البنات غزاله. ما نعاودش لكم هنايا الكفيته ديالي كطيب على خاطرها. وهنا البنات على بركه الله نوريكم الكفيته ديالي كيفاش كتجي في الان، كتجي غزاله كما كيبان لكم، عاقده ما فيها لا مرقه لا والو، شاربه خاتره زوينه. وهنا في الاخير البنات انا حطيتها لكم في طبق التقديم، كما كيبان لكم كتجي غزاله وما تشبعوش منها، وكيجي داك السرديل زويون وصحي وطيب بطريقه صحيه، وكيجيبوا ديك الفليفله الحلوه كتجي غزاله خاتره في ديك المريقه هي. وانا رافقتها بداك الخبيز ديال الدار، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وبالصحه والراحه. وفي الاخير دائما ما تنساوش تشاركوا معايا، ما تنساوش تابوناو، وشكرا بزاف كاع اللي كيشجعني، وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، وكونوا دائما في صحه جيده ودمتم في رعايه.